بيروت وتشوفون الفيديو على صوتي ما حلو. هاي حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا الف 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 خير وتشوفون الفيديو لليوم. الفيديو لليوم راح يكون هذا الفيديو اللي قلت لكم صار لي هواي محضرت له، اللي هو يوم كامل بلون معين. نعم نعم، يوم كامل بلون معين، بس هالمره اللون شنو راح يكون؟ اكثر لون انا ما احبه اللي هو الوردي. انت ما تحبين اللون الوردي؟ ليش استخدمت اللون الوردي؟ يا جماعه هو هذا اللون الوحيد اللي متوفر عندي كل شيء منه هنا بالبيت، فيعني نقدر نضبط هذا التحدي بهذا اللون. يعني هذا اللي راح يصير، بس ان شاء الله يعني اذا عجبتكم هاي السلسله راح نستمر بيها ونسوي هواي كل شوي الوان. بدايه يا جماعه هواي يقولوا لي صوتك ناصي، بس والله اني صوتي مو ناصي. الخلل من تليفوناتكم، يعني شلون اني صوتي ناصي؟ انا دا اعيط، شبه دا اعيط، تدمون يعني حتى اهلي يجون يقولوا لي يا ما تحكين. بعد اسوي اكثر من هيك، يعني دا احاول ارفع صوتي كل شوي وبالمونتاج عم ارفعه. ثانيا هواي استفسارات ليش مسحت الفيديو السابق ورجعتي نزلتي، لانه يا جماعه شعري كان طالع، مو كنت لابسه وشاح الصلاه، كان هنا شعري طالع وايدي هم طالعه ببعض اللقطات، فغطيته ورجعت نزلته. وما تفاعلته عليه مثل ما تفاعلته قبل الحذف، لان ذاك وصل 10 كي وهذا لحد الان بس 2000. المهم عادي، يعني الريفيوز مو كل شيء. واخر شغله هو هواي من عندكم اللي يطلبون روتين عنايه بالبشره، وانتي ليش بشرتي صافيه وما ادري شنو. والله يا جماعه يعني لازم تعرفون ان بشرتي مو صافيه، وهنا انا خدي هم ينبي كلش هواي حبوب، يعني لازم تعرفون ان بشرتي مو صافي. ثانيا انا دا اشتغل على هذا الموضوع، ما سوالف العنايه بالبشره وما ادري شنو، ودا احاول يعني القى سوالف وهيجي، ولما القى النتائج تعجبني راح انزل لكم فيديو كامل عن العنايه بالبشره. هنا انتهينا ملاحظات. المهم قبل ما نبدا بالفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد انا انزله. تنسون تضيفوني على مواقع التواصل مالتي، لان انا هناك اكون كلش متفاعله، راح احط لكم اياها بصندوق الوصف. بس يلا نبدا الفيديو. مبدئيا يا جماعة شتيت، مو لانه شتي، لانه انا قررت اشتي، بما انه الشتاء كلش مطول على ما يجي، فقررت احسس نفسي باجواء الشتاء ومدري شنو. يقولون اذا تشتيتوا او لا، وفرشنا همينة يعني مو بس شتينا. مبدئيا احنا راح نسوي كل شيء بلون وردي، بس مو كل شيء كل شيء كل شيء بلون وردي، يعني اكو اشياء لازم اكلها بدون لون وردي. مبدئيا اريد اسوي كابتشينو، بس ماكو كابتشينو بلون وردي، ف راح اشرب من هذا. شو اسوي؟ ما ادري اسوي ايس كوفي لو اشربه وهو حار، فش تقولون؟ ما راح اسوي ايس كوفي اليوم. علي من الاختيار يقع، ناخذ البنفسجي. هذا البنفسجي خطية سحبت علي سحبه مصايره، فراح نشرب البنفسجي. الله وصلنا قد ما مسويين فقره قهوه. اخيرا تليفون هيجي، لانه ما بيي حيل اروح اجيب شيء اوقف عليه التليفون. شوية ويا نسكافيه عادي، لأنه راح يطلع كلش حلو، فأريد شوي شي مر. بأكواب القياس راح آخذ الربع، ماكو تلفون يعني حالف ما يسوي زوم بحياته، أكيد من الماي الحار. راح أحط واحد سكوب حليب، هذا بس بارد. ثواني يا جماعة اريد ابكي، فكرت اني عندي كوب وردي بس ما يكفي هاي كمية القهوة كلها. والله الكوب الوردي باقي راح نشرب بيه مي وهاي السوالف، اوكي يعني هسه نشرب قهوة بعد. مبدئيا يعني ما عاجبني اتريق، يعني بس اشرب هذا، وبعدين يعني اذا عجبني اسوي سموذي بينك وهيج. بس هسه مبدئيا بس قهوة، وراح اروح اجيب كتبي واغراضي واقعد اقرا. الساعة حاليا 11:30، يعني اني احب اتاخر، يلا اتريق، ما احب اتريق من وقت. لبست جواري بينك، يعني اخيرا لقيت عندي جواري بينك. بس شنو انا عندي غير هاي، انا متاكده عندي غير هاي، بس ما ادري وينها ضايعه. بينك كلها صايره بس ما ادري وينها ضايعه. المهم يعني ايش ما عدنا، كله خير وبركه، اهم شيء بينك. الكلينس هم بينك اشتردون بعد، يعني ضابط التحدي 100 100. انا عد اكره هذا اللون وكل شيء عندي منه، بعد لو احبه كان صار. ترى صدقوني كلها صدفه، انا ما احب هذا اللون، بس يعني انجبر اشتري اشياء من عنده. يعني شلون هاي البجامه ما ادري بيها انه لونها هيك وردي، انه انا شفتها بس بالصوره ما مبينه هيك وردي. يعني فمن هذا انا قررت اسوي هذا اللون، لانه لحد الان سهل التحدي. واضح هاي الزاويه قد عجبتني، بعد كل شوي ارجع اصور يمها. المهم
سوينا سموذي لونه وردي عبارة عن فراولة وموز، يعني ماكو شي مميز بس اللون يتنن. يعني انتي تحسوه كيوت. One eternity later. بالنسبة للغداء صار جاهز. طبعا هو بالحقيقة شكله وردي، وردي مهل على برتقالي، بس بالتصوير دي يبين لونه أصفر، ليش ما أعرف. المهم سوينا بينك باستا، أنا سويتها عاشت إيدي وأشكر نفسي وبس. هذا هو طبعا ردت كاسة لونها وردي بس للأسف ما عندنا، فاستخدمت هاي وهمينا حتى من أصور بيها يعني يطلع التصوير حلو. هسه راح ارجع ادرس وبعدين بالليل نروح نشتري حلويات باللون الوردي، نعود لكم بعد قليل. طبعا شنو الجو اليوم والبارحه؟ يخبل يموت يشك شك. البارحه لليوم بس امطار والهواء بارد، يعني يمكن راح يجي شتاء، بس انا متاكده بما انه باكر دوام راح ترجع الشمس وبقوه حتى تحرقني لانه انا دومه. الجو هسه يجنن والهواء بارد. تدرون هسه مال شنو؟ مال واحد يروح يتمشى. انا انسان اعشق شيء اسمه مشي، هل انتم مثلي او لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. حتي ما شاء الله عليهم ولا واحد يحب يمشي، بس انا يعني اموت على المشي، اموت علي يعني احس من امشي تجيني طاقه كلش قويه. كيف تصدقون ماكو مكان اصور بيه بس بالمطبخ؟ راح نطلع ولبس لون وردي وجينز. اوكي المهم اليوم كله بينك وكل الحركات. او ماي جاد كلش حابه، يعني حابه الفيديو مو حابه اللون. اوكي اوكي هاليوم الوحيد اللي ماكو بيه صوت ال شو اسمه المطار، فاقدر اصور براحتي. للاسف ما عندي حذاء لونه وردي، بس يلا مشي الحال. اهم شيء القميص هسه، اهم شيء الهواء بارد، هذا اهم شيء يعني، لان من الهواء بارد احنا بخير. شو حظي اليوم ماكو اشياء وردية. تخيلي مسوي تحدي بلون وردي بس كل شيء ماكو بلون وردي. ياكل عمل اسرائيل. شوفوا يا جماعة اختي صهيونية، لا هاي اخذتها ذاك المرة تحدي الاشياء الغريبة. مين نربيك؟ بسيط الله. ماكو ولا تشبس بلون وردي. اخذت بسكت شوفان، صوتي احس ناصر. اخذت بسكت شوفان بلون وردي، الله يعني بس اللون الاغلب هو اصفر بس في لون وردي، يعني يحتسب يحتسب ان شاء الله. مكان جديد بس غسوا يعني على الصبر ما ادري شنو، يعني هوس الغرفه بس يعني اتس اوكي. راح نجي نجرب الحلويات، يعني هاي صارت من عاداتنا وتقاليدنا لازم نجرب الحلويات. هاي ما راح اجربها لان مجربتها بس اشتريتها عامل التحدي. الكيك البينكي بينكي مبين خوش، كيك لطيف خفيف بحشوة الفراولة. الكيكة اللطيفة مبينة كلش طيبة، طعمها كلش طيب. أنا أحب الكيكات اللي تصير بطعم الفراولة، ناكل هذا مال أطفال يعني هذا كلش طيب ترى. هذا هو بسيط كلش حلو والله زين. كاميرتي دي تسوي زوم أحس راح يصير بيها شي قد ما كيت شكر اليوم، بس يلا على مودكم. طيب بس متروس شكر يعني. هسه اخر شيء قلت لكم عليه اللي هو هذا الاصفر وردي، كلش متحمسه لانه احب الكوكيز اللي يصير بالشوفان، يعني احس الشوفان بالحلويات يصير كلش طيب. دوّا وانا كنت شايله هم شلون راح اخذه ويا المدرسه وهيك، الحمد لله طلع هيك اغلفه صغيره. بسم الله.
يجنن يجنن يجنن. هيك شكلها وبيها قطع فراولة مجففة ومالحة على حلوة وطعم شوفان. لازم تعرفون انه اي حلويات بطعم شوفان هي كلش طيبة. المهم حبايبي هذا كان الفيديو اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا وياي بهذا الفيديو اللطيف الخفيف الجميل الكيوت. طبعا بالنسبة لي صحيح انه انا ما احب اللون الوردي بس كلش حبيت. اكتبوا لي بالتعليقات شنو تردون اللون الجاي. انا كان ببالي اسوي ازرق، من الازرق والاخضر وهاي الالوان انه شوية صعب القى اكل عليها، بس اذا طلبتوها مني اسوي ليش لا على مودكم. المهم اني قبل ما ابدا الفيديو قبل ما انهي الفيديو وحتى باحلامكم لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس والله حتى يوصلكم كل شيء جديد. تنسون تضيفون على مواقع التواصل مالتي حاطتهم بالوصف. لكم فيديو ثاني ان شاء الله، ظلوا بخير دائما وابدا، احبكم كلش 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 يعني ما ادري ايش قد. ها مثل حبي الكيك الفراوله واكثر يعني. اللقاء لا ما حلوه للقاء. باي. ياي خلاص.